الأستاذ فاش كيكون مغمضن؟ حنان حنان شوفي وجهي كنبان لك مبدلة ياك، عرفتي ما بدايناش الماكياج كنحس بوجهي مبدل عليا، والله كنحس براسي مدايرة بحال بوشعيب. السلام عليكم، بغيت نقول لكم عيد فطر سعيد. عيد فطر أستاذ راه يلاه بدا رمضان اصلا. سمحوا لي، المهم بغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد. وكيف ما كتعرفوا رمضان هو شهر ديال المحبه وشهر ديال التسامح وشهر ديال حيد المسكه من فمك. انا ما كناكل والو، قلت لك حيد المسكه من فمك. والسر والله ما عندي شي مسكه، راه انا صايم رمضان اصاحبي، واش كتنسى؟ المهم بغيت نقول لكم في حاله ما داني النعاس ما تفيقونيش، انا غادي نعس نرتاح شويه الحصه، وحتى نتوما بامكانكم تنعسوا. استاذ ولكن حنا ما جايينش باش ننعسوا هنا، راه حنا جايين باش نقراو. وعلاش انا جاي نعس؟ ها وانت اللي قلتي لينا استاذ عدابة الا نعست ما تفيقونيش. انا قلتها. راه انت قلتيها عدابة، انت حيد المسكه من فمك. والله استاذ ما عندي شي مسكه، واش كتحلم؟ ها 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 فمي، والله ما عندي شي حاجه. بلاتي سميتي حط دخان شي واحد كيكمي؟ لا استاذ، هذا ماشي الدخان ديال شي كارو ولا شي حاجه، هذا عود الند، راه انت اللي شعلتيه ملي دخلتي للقسم. اجي انت بنت حسن الحلاق ياك؟ استاذ صافي، حتى نتلاقى باك وغادي نقولها ليه، غادي ما تنتلاقاه مور فطور في القهوه. ولكن استاذ انا قلت لك من هنا جاي الدخان. خرج عليا. وعلاش يا استاذ هو تحشوم عليك؟ قلت لك برا. صافي انا غادا، هو تحشوم عليك يا استاذ. استاذ ولكن البنت ما قالت لك والو، قالت لك عاود الند اللي درتي حتى هو اللي كيدير الدخان، علاش خرجتيها؟ اجي واش حتى هو بوها حسن؟ لا ايوا جلس وسكت تبعها. واخا ولكن عقل عليا مزيان. خرج عليا برا. مع 12 انا سايبك حدا الباب، انا اصلا ما غاديش نمشي نفطر في الدار اليوم، غادي نفطر مع العساس. مهم عندنا جوج سوايع، الساعه الاولى غادي نشرحوا فيها الدرس، الساعه الثانيه غادي نعاودوا فيها داك الشيء اللي شرحناه في الدرس اللي فات، واللي ما فهمش شي حاجه في الحصه اللي فاتت يقدر يسولني، ماشي مشكل باش نعاود نشرح ليه، لحقاش كيعجبوني التلاميذ اللي كيسولوا. شكون اللي ما فهمش؟ استاذ انا ما فهمتش الدرس ديال الحصه اللي فاتت. ها اذا انت حمار، انت مكلخ، انت عقلك فيه الكياس. واش حنا حصه كامله وحنا لوك 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 بالهضره، تجي انت حمار تقول لي ما فهمتش؟ واش كتاكل تبن الموسخ الاخر؟ طفو عليك، جمع قشاوتك وخرج عليا. ولكن انت اللي قلتي لي. قلت ليك برا. ناقص كاع من هاد القرايه. ولكن استاذ انت اللي قلتي له سولني. انت صافي، انا نحيد المسكه من فمي، راه حفظتها. كيفاش غادي تحيد المسكه؟ مالك ما صايمش؟ يا مهمتي هاد الاستاذ غادي يحمقني هاد النار. هذا واقع الى غلب الصيام. دابا كتقولي انا لامك غلبني الصيام، انا غلبني. استاذ صافي نعس الشيطان، هذا على البدايه ديال رمضان جاتك صعيبه شي شويه، راك اصلا جريتي على كل شيء. لا ما يقول ليش في وجهي غلبني الصيام، ولكن راه قلتها لصاحبي ما قلتهاش لك في وجهك. عندك شي حاجه قولها لي في وجهي، ما تقولهاش لصاحبك. خرج عليا برا. مشي في حالي احسن ليا. استاذ راك بنتي لي شي شويه عيان، نحبسوا الحصه هنا احسن. عيان شويه ولكن ماشي مشكل. مهم اسمعني، الا عندك التليفون جبدو وعيط لصحابك اللي خرجتهم قول لهم يرجعوا للقسم. واخا استاذ، هي الاولى هاد التليفون عندي، انا دابا غادي نعيط ليهم. جايب معاك تليفون للقسم وجابدو قدامي بلا حشمه بلا والو. ولكن استاذ عندك تقرير وبرا. واش هشوم عليك استاذ؟ واش هشوم عليك؟ مهم نرجع للدرس. او ما بقاش شي واحد في القسم، كلشي خرج. اذا هذا غياب جماعي، خاصني نمشي نقولها للمدير، خصهم كاملين يدوزوا في مجلس تاديبي. مزيان تبارك الله، تبقاو تغيبوا عندي انا. شنو نقول لك؟